باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا للإصحاح الـ14 من إنجيل معلمنا مرقس، ومن الإصحاح الـ14 نبدأ رحلة الصليب بوضوح بقى، لأن يتقال في أول الآية وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، يعني احنا بنتكلم يوم الأربعاء، لأن الفصح في الأغلب هو الجمعة العظيمة، يوم الجمعة العظيمة، وعيد الفطير هو نفسه عيد الفصح، بيعدوا منه عيد الفطير. فقبليه بيومين يعني احنا يوم الأربعاء، وده الجزء اللي بيتقري فعلا يوم الأربعاء من البسخة المقدسة، بيتقري الجزء ده بالظبط، اللي هو جت مرأة معاها طيب نردين خالص كثير الثمن، ومش سكبته عند رجليه كخطيئة، ولا سكبته عند رجليه برضه زي مريم أخت العازر في سبت العازر، لا دي احنا دخلنا في أسبوع الألام، دي يوم الأربعاء، فسكبته على رأسه، دي الوحيدة اللي سكبته على رأسه، ومش متقال إنها امرأة خاطئة، بس سكبته على رأسه، نفتكر بيها الآية بتاعت إيه؟ كالطيب الكائن على الرأس الذي ينزل على اللحية، لحية هارون النازلة على جيب قميصه، ومثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون. يعني الطيب النردين اللي هي ده لقيته ده هيغرق جسد السيد المسيح كله، وبالفعل ده اللي حصل، زي ما تكون بتحط أطياب على جسد السيد المسيح نبوءة بأنه هو مش هنلحق نحط عليه الأطياب، لأنه هينزلوه من الصليب بسرعة يوم الجمعة العظيمة، وهيقولوا بسرعة ندخلوا القبر، علشان احنا داخلين على يوم السبت، خلاص السبت بيبتدي من الغروب الساعة 5، والسيد المسيح سلم الروح الساعة 3 العصر، الساعة 9 اللي هي 3 العصر، ولازم الساعة 5 يكونوا خلصوا كل حاجة وروحوا بيوتهم، فمش هيلحقوا يغسلوا ولا يدهنوا بالطيب ولا حاجة، فنزل الجسد بسرعة على القبر على طول. يدوبك يوسف الرامي ونيكوديموس حطوا أدهنة، لكن مش هيلحقوا يشربوا الجسم كله بالحنوط، فالست دي ربنا سمح ان هي تحط الطيب النردين على جسمه كله، وربنا قال في الآخر آية هي سبقت ودهنت بالطيب جسدي لتكفيني. فالسيد المسيح بيقول لهم اللي عم، طبعا الناس بتسمع ايه اللي هو بيقوله ده، مش فاهمين ايه تكفيني وايه يعني ايه واحد يكفي، يعني تخيل حد قاعد معاك ويقول هما بيعملوا كده عشان يكفنوني، تقول ايه بيقول ايه يعني، مش مفهومة يعني. لكن طبعا السيد المسيح هو اللي شايف الأحداث وعارف ان ده هيحصل، فاتكتبت الكلمة دي. اللي حصل بعد كده انه من ضمن الناس اللي قاعدين، ومن ضمن الناس اللي كانوا مشغولين بإدانة هذه المرأة اللي ضيعت فلوسها على شوية طيب، مع ان الطيب ده هيبقى أغلى حاجة في التاريخ، ده اللي هيتعمل منه الميرون المقدس، والميرون المقدس متاخد من الأطياب اللي كانت على جسد المسيح، هيتعمل منه أغلى حاجة في الدنيا. لكن يهوذا واحد من اللي قاعدين استخسروا اللي بيحصل ده، وقالوا كان المفروض يتخذ فلوسه للفقراء. الآية اللي بعديها على طول آية 10، أما يهوذا فراح اتفق أنه يبيع المسيح بالفلوس، ويريد بـ300 دينار زي ما هي جايبة لطيب النردين ده، بـ30 من الفضة، 30 من الفضة ده رقم زهيد جدا يعني، بس المهم أن هو يطلع كسبان حاجة من وراء البيعة. ونشوف بعد كده السيد المسيح وهو بيطلب من تلاميذه في الإصحاح ده إن هم يروحوا يعدوا ليه الفصح، ويغسل رجليهم ويأكل معهم عشاء الفصح. ويتقال إن عشاء الفصح اللي هو الخميس بالليل يقال إن ده استعداد للفصح، يسموه طقس الحبورة، يقولوا كده لغاية دلوقتي اسمه طقس الحبورة، لغاية النهاردة اليهود ليلة الفصح يأكلوه، عبارة عن حاجات فيها غموس وكده، وعشان كده المسيح غمس وده. لكن أكلة الفصح لو تفتكروا من أيام موسى عبارة عن خروف وأعشاب مرة، ما فيش لا غموس ولا كأس ولا حاجة، لكن التفاصيل التانية دي كانت حاجة ليها علاقة بطقس الحبورة في الأغلب، وده طقس كان بيمارس ليلة عيد الفصح. يبقى الفصح في الأغلب يوم الجمعة، طقس الحبورة يوم الخميس، والمرأة اللي دهنت السيد المسيح من رأسه إلى أسفل دي مين؟ يوم الأربعاء. فاهمين الفكرة؟ وصلنا اليوم الخميس، والسيد المسيح بعد ما أكل مع التلاميذ يقول لك خرج وسبح معاهم جزء من التسبيحة،
وبعد كده خرج لجبل الزيتون وقعد في بستان جسيماني وقال لتلاميذي سهروا معايا فشوية ويغفلوا يصحيهم تاني يغفلوا تاني يصحيهم تالت يغفلوا تالت لحد ما في الآخر مش بيقوموا يصلوا معاه ولا يثبتوا معاه يعني في التجربة اللي هو هيعدي بيها يقوم يقول لهم خلاص معلش أنا عارف ألتمس لكم العذر يعني الجسد فضعيف وأما الروح فنشيط لكن أنتوا لسه في الجسد فأنا فاهم يعني أنتوا ليه موخمين كده وقال لهم بقى إيه ناموا واستريحوا خلاص أنا خلصت صلاة وكده كده يهوذا على المشارف الحقوا ريحوا لكم شوية عشان أنتوا إيه الليلة دي مش هتلحقوا تناموا أصلا من الخوف ومن التعب وفعلا ده اللي حصل جه يهوذا وعانق السيد المسيح وقال لليهود امسكوه بحرص وفي انجيل اخر بيقول تشبث به يعني حضنه عشان ما يفلتش قال يعني المسيح هيفلت فقال له لماذا جئت يا صاحب وفي مرة تانية قال له أبي قبلتك في انجيل اخر أبي قبلة تسلم ابن الانسان لكن فعلا يتنفذ خطته لأن اليهود مش عارفين يمسكوا على المسيح غلطة فكانوا عايزين حد يقول لهم بيكون فين موجود لوحده معهوش شعب يعني التلاميذ مقدور عليهم بس ما فيش شعب يعمل ثورة وبالليل عشان نلحق نحكمه بالليل قبل ما النور يطلع الصبح نكون طلعنا القرار انه هيتصب فعايزينه لوحده من غير شعب ودوشة وعايزينه بالليل فكان لازم حد من جوه من عند التلاميذ يقول تحركاته ايه لأنه كل يوم بيبقى في حتة مختلفة حسب الحاجة وحسب الخدمة فكان يهوذا هو اللي فتن الفتنة دي يعني في الوقت ده ماري مرقس كان معاهم بالرغم ان هو مش من الاتناشر تلميذ بس هم كانوا بياكلوا عنده الفصح وكلام السيد المسيح يوغوش كده ان هو النهاردة آخر ليلة ومش هتشوفوني غير لما أكل معاكم هذا الطعام جديدا في ملكوت السماوات فغالبا ماري مرقس حس ان في حاجة هتحصل فرح رايح مع التلاميذ ال 12 مجرد ما اليهود جه التلاميذ كلهم جريوا ومرقس كمان جري يقول لك عشان يفضح نفسه من اتضاعه يعني يقول كان في شاب ده الوحيد عليه شاب اصل التلاميذ كانوا كبار يعني في ما عدا يوحنا كان هو الوحيد اللي شاب لسه صغير كان في شاب مسكوا اللبس من عليه راح سالت نفسه من اللبس وسابهم ماسكين اللبس وجري عريان بس المهم ما يمسكوهوش بعد كده أخذوا السيد المسيح وراحوا بيه عند لو ركبنا الأربع أناجيل على بعض يعني هنلاقيه راحوا في الأول عند قيافة وبعد كده حنان دول كانوا رؤساء الكهنة واحد القديم واحد الجديد حنان ده رئيس الكهنة القديم بس كان باورفول هو اللي في إيديه يعني الكلام قيافة ده جوز بنته فتحت طوعه كده هو الرئيس الحقيقي هو قيافة بس حنان هو اللي بيحركه زي الماريونيت كده فراح الاول عند قيافه عند حنان بعد كده عند قيافه بعد كده ودوه للسنهدريم على الفجر السنهدريم دول 71 شيخ من شيوخ اليهود زي ال 70 شيخ اللي كان موسى منتقي 70 واحد يساعدوه في الحكم للشعب لو تفتكروا عين 70 واحد فهم ماشيين على نفس نهج موسى وكانوا ليهم 70 واحد وواحد رئيس اللي هو كده 71 فعملوا اجتماع بسرعة على وش الفجر علشان يخلصوا الحكم قبل ما يطلع الصبح وفعلا اتجمع السنهدريم وده طبعا تجمع غير قانوني ان هم يحكموا على السيد المسيح بالليل مفيش حاجة طرقة لكده يعني او على الفجر مفيش حاجة طرقة لكده وكمان استدعوا كل واحد من بيته بسرعة كانوش عاملين حسابهم ان في اجتماع سنهدرين وجابوا شهود زور بالفلوس علشان يجوا يقولوا ادعاءات كاذبة لكن حتى الشهود دول كانوا ما بيجتمعوش على حاجة واحدة فكان القرار في الاخر غير قانوني الاجتماع غير قانوني اللي موجودين بصفة غير قانونية لكن خدوا قرار ان السيد المسيح لازم يصلب تاني يوم عرضوه على بيلاطس بيلاطس وداه هيرودس ويقول لك كان في مخاصمة ما بين بيلاطس وهيرودس لكن لما وداله حد غالي قوي زي السيد المسيح كده عمل له اعتبار يعني ان انت اللي لازم تحكم على المسيح لانه اصلا من الجليل اللي انت والي عليها لكن بيلاطس كان في اورشليم راح هيرودس ما لقاش فيه حاجه قال له طب اعمل لي معجزه مع طبعا السيد المسيح مش جاي يعمل شو فمرضاش فقال انا مش عارف اطلع منك بحاجه راح مرجعه تاني لبيلاطس
بيلاطس قال لليهود انا مش لاقي فيه عله عشان اسلمه انه يصلب زي ما انتم عايزين، وغسل ايديه زي ما انتم فاكرين وسلمهم السيد المسيح ليصلب. في الوقت ده بقى كان بطرس انكر 3 مرات، وكان واحد زي برباص خرج بحاجه ما كانش متوقعها، يعني راجل مسجون عشان قضيه سياسيه عمره ما كان يحلم انه ممكن يخرج يعني بطريقه اعجوبه كده، لكن السيد المسيح هو اللي اتحكم عليه بالصلب وبرباص هو اللي خرج وراءه. اتسلم السيد المسيح بعد كده عشان يصلب، فابتدى العسكر والجنود يسخروا بيه، والسيد المسيح صامت، وابتدوا يلطموه ويبصقوا في وجهه، أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، وخرج شايل الصليب رايح على جبل الجلجسة. وهو شايل الصليب حصل موقفين مهمين، ولغاية النهاردة في ستيشنز كده في القدس لضرب الصليب، طريق الصليب، ففي كنيسة مبنية في المكان اللي العذراء راحت وجريت عليه تحت الصليب من كتر ما هي صعب عليها شكل ابنها. وكنت أنا فاكر الحقيقة أن المنظر ده في الفيلم بتاع Passion of Christ بس، لكن طلع أن هو في الحقيقة مذكور في التقليد، ومبني هناك كنيسة، ولما تخشها تلاقي صورة السيد المسيح على الصليب واقع تحت الصليب، والست العذراء تمثال ست العذراء جنبه. الشكل الثاني بقى نساء أورشليم اللي قعدوا يبكوا، وواحدة منهم حطت منديلها على وجه السيد المسيح فانطبع عليه، اللي هي قديسة مين؟ في فيرينا وفي فيرونيا وفي فيبرونيا وفي فيرونيكا، تحبوا مين فيهم؟ فيرونيا أو فيرونيكا؟ فيبرونيا دي كانت عندنا هنا في مصر، فاكرين القصة بتاعت الزيت اللي حطت زيت على رقبتها وماتت شهيدة دي؟ دي قديسة فيبرونيا. قديسة فيرينا دي بتاعت سويسرا، اللي راحت مع قديس موريس في الكتيبة الطيبية لسويسرا. فالقديسة بقى فيرونيكا هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، صاحبة المنديل. بس كمان بقيت النساء كانوا بيبكوا، فالسيد المسيح قال لهم ابكوا على نفسكم مش تبكوا عليا، انا شخصيا من اجل السرور الموضوع امامه احتمل العار مستهينا بالخزي. هو عارف الصليب ده هيبقى فعاليته ايه وفايدته ايه، فبالنسبة له هو مش محتاج يتعيط عليه، لكن هو اللي بيبكي على الشعب وبيقول لهم ابكوا انتوا على انفسكم. تحت الصليب بقى ظهر مين؟ ظهر قائد المئة اللي طعن السيد المسيح بس شفاه. ظهر اللص اليمين واللص الشمال، اللص اليمين اللي تائب واللص الشمال اللي معرفش يغتنم الفرصة. ظهر 2 قريبين للسيد المسيح اجتازوا كل العواقب ووصلوا لغاية تحت الصليب، العذراء أمه ويوحنا التلميذ الذي كان يسوع يحبه. وأخيرا لما مات السيد المسيح على الصليب طلع يوسف الرامي ونيقوديموس علشان يطلبوا جسد السيد المسيح من بيلاطس، ونجحوا في كده فعلا وطلعوا على الصليب نزلوا جسد السيد المسيح من على الصليب زي الصورة المشهورة، وأخذوه حطوه في القبر بتاع يوسف الرامي، كنحته لنفسه لكن حط فيه السيد المسيح كتر خيره، وحطوا حجر كبير بأمر بيلاطس وبأمر من اليهود، واتختم على الحجر عشان السيد المسيح ما يقومش من بعد الصليب، ويتحط عليه كمان حراس إلا إن ربنا يسوع المسيح يقوم، ويجوا الملائكة يعلنوا القيامة، والمريمات يتهللوا، والتلاميذ يطمنوا، بطرس، توما، بقية التلاميذ، تلميذي عمواس، مريم المجدلية، ويتبدل حالهم من موت وخوف الصليب لفرح وبهجة القيامة، والسيد المسيح يقول لهم امضوا بقى وكرزوا تلميذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. اللي أنا حكيته لكم ده يعتبر هو ملخص من الإصحاح 14، 15، 16، ودخلت فيه بعض الأجزاء يعني اللي معروفة لدينا من الأناجيل الأخرى. طب ليه أنا سردته كده في عجالة؟ إحنا اتفقنا أن إحنا بندرس إنجيل ماري مرقس مش علشان نتأمل آية في آية،
يعني الآباء هنا في الكنيسة وبره الكنيسة في يعني شروح كتير للأناجيل وللأحداث آية بآية، وضعفي عمل آية بآية للتبسيط للي يحب يسمع. لكن احنا غرضنا ان احنا نتتبع السيد المسيح زي ما ابتدينا الكورس كده وسميناه CRM Christian Role Model، يعني السيد المسيح قدامنا واحنا عايزين نكون مسيحيين على نفس الرول موديل ده، على نفس النموذج ده، نشوفه هو بيعمل ايه ونقلده. فشفنا السيد المسيح قبل كده لما كانوا الناس بيحاوروه كان بيرد ازاي، عايزين يزنقوه في الكلام يتكلم رأيه ايه لما حد كان يجي يكلمه في الماديات، طب في الزواج، طب في البتولية، طب في الفلوس، طب في الجزية، ازاي كان بيعلم عشان نعلم زيه، ازاي كان بيحتوي اللي بيغلط، ازاي كان بيصعب عليه الغلبان، ازاي كان حازم وبيوقف الشرير عند حده بس بيفضل يحبه برضه، ازاي يسامح بالرغم من الاهانات، ازاي يكرز في كل خطوة علشان يقول للناس توبوا الملكوت جاي، حتى لو ده كلفوا ان هم يسخروا منه او يقولوا عليه مجنون او يقولوا فيه بعل زبول. هو رسالته واضحة، وليكن ما يكون، جاء ليخدم وليس لإيه ليخدم. طب الجزء بقى اللي انا حكيته لكم ده عايزين نقلد السيد المسيح فيه في ايه؟ بصوا انا في رأيي وانا عمال احكي لكم كده، حتى عمال احكي والموضوع ده في دماغي، عايزين نشوف السيد المسيح وهو مقبل على التجربة، السيد المسيح وهو رايح على الصليب، السيد المسيح وهو شايل الصليب، مين اللي حواليه وبيتصرفوا ازاي، وهو كان تصرفه ورد فعله ايه تجاههم. مفيش حد من حضراتكم من اللي قدامي ما عندوش صليب معين في حياته، من اول الصحة لحد الظروف لحد العيلة، الأسرة، العيال، شريك الشغل، شريك الحياة، الفلوس، الشغل نفسه، المادة، لو في تجربة، يعني في أمور كتيرة جدا، في ضيقات وصلبان، فيش حد مش سايل صليب. نبقى غلطانين لو في حد يقول أنا ما عنديش صليب خالص، لا طبعا في صلبان وبأشكال وألوان. والسيد المسيح عشان يقول لنا إن الحياة لا تخلو من الصليب، هو أول واحد شال الصليب، وهو أول واحد قال إذا كان اتعمل كده بأنبياء وأبرار لكن مش هيتعمل أكتر من اللي اتعمل فيه. ولا قبل المسيح ولا بعد المسيح حد شال صليب بحجم اللي المسيح شاله. حتى لو قلت لي ماري جرجس اتعذب اكتر، اوعى تقول كده حبيبي. ماري جرجس اخطيت في التعبير وانتوا هتفهموني وهو هيسامحني، هو انسان خاطي زيه زينا، صحيح هو قديس وبار وشهيد وما نستاهلش تراب رجله طبعا، لكن يحمل خطيه ادم ولا لا يحمل خطيه ادم؟ هل ما كانش بيعمل خطايا؟ إذا قلنا أن إنسان بلا خطية نكذب وليس الحق فينا، لأن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل الصلاح ليس ولا واحد، لكن مين الوحيد اللي عمل الصلاح اللي اسمه الراعي الصالح؟ هو المسيح، هو اللي ما ينفعش يحصل فيه كده، ما ينفعش. فعشان كده حجم الأزل اللي توجه للسيد المسيح ما تضربوش في رقم، اضربه في لا نهاية. أديك تشبيه، لو أنا قلت لك مثلا الخشب ده ما ينفعش يتقطع، ينفعش يتقطع لأنه معمول بحاجة ما ينفعش تتقطع، الورق ده هو اللي ينفع يتقطع، وحتى لو كان ورق مقوى شوي ينفع يتقطع برضه، جيب مقص وقطعه، وحتى لو جلد مقوى شوي ينفع برضه، لكن الخشب مش ممكن، الورقة أقطعها بسهولة، حتى لو كذا ورقة جنب بعض أقطعهم، ليه؟ هما بشر ينفع يتقطعوا، وده ينفع يتقطع، قابل للقطع، قابل للقطع. لكن لو في خشب عايز أقطعها بمقص، ده أنا هقعد أهري فيها، أهري فيها، أهري فيها، مش بسهولة زي دي كده. فكم المعاناة اللي هتعانيها الخشبة، يعني إنجاز التعبير، عشان تتقطع ضخم جدا، لأن هي المفروض ما كانش ينفع لها مقص يقطعها، دي هي مش بتاعة قطع، هي أقوى من كده، لكن بإرادتها قالت اعملوا فيا اللي انتوا عايزينه.
عشان كده بنسميه يا من سلم نفسه للموت، يا من ذاق الموت بالجسد. لكن هو ربنا يسوع المسيح لم يفعل خطية، ولم يوجد في فمه غش، ولكن أحزاننا تحملها، وهو مجروح من أجل معاصينا، مسحوخ من أجل أثامنا. فألام السيد المسيح هي أعظم صليب وأتقل صليب ممكن حد يشيله في البشر، وقصد أنه يعمل كده علشان إحنا ما نتعشمش أن الدنيا مش هيبقى فيها صلبان، ما نتعشمش، هيبقى فيها وكتير، ومهما وصلت مش تبقى بالحجم ده. لكن إحنا عايزين نعرف بقى، رب أنت لما جيت تشيل الصليب عملت إيه؟ عشان إحنا كمان الصلبان اللي بنشيلها ساعات بتوقعنا، وساعات بتكفرنا من نفسنا، وساعات بنخلينا نقول كلام لا يصح إنه يتقال، وساعات تخلينا نفقد الثقة في الناس اللي حوالينا. وأخطيت يا رب، ساعات تخلينا نفقد الثقة في تدخلك فيها، وساعات تخلينا نحس إن القديسين مش سامعين، أو إن المعجزات دي لناس ناس، أو ساعات تخلينا نقعد نقول لا بس هو برضو الواحد ما يصحش يعتمد على المعجزة. طب أمال نعتمد على إيه؟ نعتمد على أنفسنا؟ يا رب إحنا أضعف كتير من إحنا نعتمد على روحنا، خلاص نعتمد عليك. طب أنا مش شايفك، يعني أقول لك إيه؟ أين أنت وأنا إنسان خاطي؟ نلاقي السيد المسيح يقول وأنا كمان قلت على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني، يعني هي نفس اللي أنت بتحسه أنا عديت بيه. بس المهم تتعلم لما تشيل صليب تعمل إيه. تعالوا نشوفها حتة بحتة كده بحسب ما الوقت يسعنا. أول حاجة تعالوا نشوف أنواع الناس اللي تحت الصليب. أنت يوم ما تشيل صليب كده ربنا يحميك ويطلع على قدك. أنت عارفين الرؤية اللي كانت مرة واحدة شافتها لما كان عندها مرض شديد قوي، وبعدين حلمت حلم بإيه؟ إن السيد المسيح واخدها و قدام حيطة كبيرة كده متعلق عليها صلبان، وهي لابسة صليب وفي صلبان متعلق. فالسيد المسيح بيقول لها شكلك مش عاجبك الصليب اللي أنا مديهولك. فقلت له بصراحة لا، هي فعلا كانت إيه متذمرة على التجربة اللي عندها أو الألم اللي عندها. فقال لها طيب يا بنتي اقلعي الصليب وحطيه ونقي لك صليب من دول. فمسكت الصليب الأولاني لقيته بيلسع أصلا مش عارفة تمسكه، نار. مسكت الصليب الثاني لقيته تقيل قوي، لبسته راحت رقبتها وقع. لبست الصليب الثالث لقيته شوك يشوكها ويشوك صدرها. لبست اللي وراه لقيته بيحك على رقبتها. فضلت تلف 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 وراحت راجعه. قالت له بس هو ده الصليب الوحيد شكله ينفعني، من بعيد كده شكله ينفعني. فقال لها ومن بعيد ليه؟ قربي شوفيه. فرجع قربت تشوفه تلاقيه هو ايه؟ هو الصليب بتاعها، ده اللي كان مناسب ليها، واخدته هو هو. قالت له اشكرك يا رب تعلمت. فيا ترى الواحد هو شايل الصليب اللي على مقاسه ده؟ لا، ساعات ما بحسش انه على قدي، واحس انه اتقل من طاقتي. فاول حاجة تعالوا نشوف وانت شايل الصليب كده الانواع بتوع البشر اللي حواليك مين، بحسب ما انا الحكاية اللي حكيتها لكم كده. يعني اول نوع اعتقد، ويعني ايه اسرحوا معايا او تأملوا معايا كده، يعني أول نوع أعتقد المرأة سكبة الطيب اللي قبل الصليب بشوية اتقال عنها أحبت كثيرا. يعني في ناس بيكونوا بيحبوك بجد ويتعاطفوا معاك، ونفسهم إنك تبقى ريحتك جميلة ويتحط عليك طيب نردين كثير السماء. لكن بصراحة هم في الآخر بشر برضو، يعني هي آخرها حطت هذا الطيب أنا آسف لتكفيني. لكن هل هتروح تشيل الصليب مع المسيح، ولا هتمنع الناس ان هم يشيلوا الصليب؟ لا، هي اخرها التعاطف. فاول نوع من الناس اللي هم الناس اللي بيحبوك بجد ومتعاطفين معاك بجد، لكن ما باليد ايه؟ حيلة، يعني يسألوا عليك شوية، يزوروك وانت تعبان، لكن لا هيعرفوا يعملوا لك العملية، ولا يعرفوا يخرجوك من ورطة اللي في الشغل، ولا معاهم يسلفوك على قد يعني اللي قدروا يعملوه. جابوا علبة الكولونيا في عيد ميلادك، كتر خيرهم يعني يشكروا. طب السيد المسيح يتعامل مع الناس دول ازاي؟ لا، يتعامل معهم ان هم حاجة عظيمة قوي. يقولوا احبوا كثيرا،
وحيثما يكرز بهذا الإنجيل يذكر ما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. عظمهم جدا، شاف اللي قدروا يجيبوه ده في عيد ميلاده، يعني هدية صغيرة بس كتر خيركم، كتر خيركم. أنا صحيح عندي مصيبة كبيرة، صليب مش السيد المسيح بيتكلم علينا احنا، بنبقى في تجربة يعني، عندي مصيبة أو ألم كبير وانتوا جايبين لي هدية في عيد ميلادي، بس كتر خيركم من أنا أشيلها لكم كبيرة قوي، في غيركم ما بيسألش. فأول حاجة اللي يقدم لك ولو حاجة بسيطة وانت داخل على الصليب اقبلها وعظمه، كتر خيره انه بيحبك. يجي رقم اتنين، يهوذا الإسخريوطي، ده الباراجراف اللي بعده على طول، اللي هو يكون مع السيد المسيح وبياكل من طبقه، لكن هو سبب في الصليب. انجاز التعبير يعني، مشوا بالمعنى التأملي مش بالمعنى العقيدي. طبعا هو السيد المسيح كان جاي عشان الصليب اصلا، لكن تعالوا ناخدها من معنى التأمل، ان في اشخاص هم سبب في المشكله اللي انت فيها اصلا. طب وكان فين مكانهم؟ كانوا على يمينك بياكلوا من نفس الطبق، ومفروض يكونوا اقرب الناس، وانت من زمان حاسس بعين الغدر كده، بس ايه بتكذب روحك او بتحاول تداري عليهم وتقول في امل، نتنازل ان شاء الله، معلش يجي منه، ما مش معقول بعد العشرة دي كلها يعمل حاجة يعني تهني انا وولادي، مصل مش ممكن تطلع من واحد اكلنا وشربنا مع بعض. وهذا الشخص تحاول تبعت له رسائل روحية، ده المسيح بقى يعمل كده مع الشخص اللي ناوي يخون ده، يبعت له رسائل روحية على طول، يدي له الصندوق لعله لما يبقى معاه الفلوس يقوم يحس بالفقرة شوية، او يقول له انت بقى مستأمنة كان على الفلوس، خلي معاك مصروف البيت كله، لكن عمره ما كان يتخيل انه ياخد مصروف البيت وينفصل مثلا، او ياخد الورث كله ويسيبني انا وعيالي على البلاطة، وهم كانوا معانا في البيت قبل كده بياكلوا معانا يعني. والسيد المسيح يسيبه لغاية اخر وقت وهو جاي يقبله عشان ياخد الفلوس من ظهره، التلاتين من الفضة، ويقول له برضه للاخر لماذا جئت يا صاحب، ده انت فوت صاحبي، وكمان بتبوسني ابو قبلة تسلم ابن الانسان، ويحذره وسط الاكل ويقول كان للانسان اللي ناوي يعمل حاجه زي كده خير له لو لم يولد، ياما شغلت له وعظات وياما قلت له ايات وياما حجزت له في الاعتراف، انا حاولت بكل الطرق بس هو اللي في قلبه في قلبه. طب وبعدين هنقعد نندب الصليب اللي هو كان جزء منه؟ ابدا، السيد المسيح في كل الاحوال مسامح يهوذا، فرحان باللي سكبت الطيب النردين، وعينه واضحه ناحيه الصليب، محدش عطله، هو عارف ان الصليب جاي جاي بيه او بغيره يعني، هي جايه. فرقم اتنين مع الشخص المسبب للصليب او الالم اللي عندك، بيصلي له، حاول يقوده للتوبه، بيسامحه. الشخصية رقم ثلاثة، الشخصية رقم ثلاثة التلاميذ. التلاميذ ناس قرايبنا وحبيبنا ومعانا واصحابنا، بس ضعاف. وبيني وبينك، ما انت كنت ضعيف برضو لما كانوا هم متجربين برضو يعني، هل انت وقفت معاهم واقفة في اي وقت تقولي لا ما طلبوش؟ ايوه بس هم كان عندهم صلبان وما زال عندهم صلبان، استخدتش انت مش واخد بالك، بس هي لما جه عليك انت الصليب وما لقيتهمش جنبك صعب عليك نفسك قوي. لا، السيد المسيح ما يصعبش عليه نفسه، تلاميذ معاه ويقول لهم انا مش طالب تتعاطفوا ولا تدهنوني بالطيب ولا تدافعوا عني ولا تشيلوا معايا الصليب زي القيرواني ولا تقفوا معايا لغايه الصليب زي الست العذراء ويوحنا، انا الكل اللي طالبه منكم تصلوا لي. عارفين لما تبقى انت في مشكله وايه تبعت لابونا كده، صلي لي يا ابونا، ابونا هيعمل ايه؟ هياخد الكلام ويحطه قدام المسيح، ده اللي في ايديه، والصلاه مهمه، فانت عارف اهميه الصلاه وبتبعت لابونا يصلي لغيره. ففي ناس حواليك انت عارف ان هم غلابه، بس على الاقل بتقول لهم صلوا لي وافتكروني، وهم يحسوا ان انت اوفر. يعني انا اخطيت ان انا بقول كده، يعني بقول لكم خدوا الكلام النهارده تامل يعني قديس بطرس والقديس يعقوب والقديس يوحنا أكيد مش متصورين الصورة إن هي بالضخامة دي، وإلا كانوا سهروا فعلا يعني، مش معقول يكونوا عارفين إن المسيح كمان كام ساعة هيتجلد
ويتصلب ويموت. هما زي اللي مش مصدقين او مش متصورينها. كذلك انت برضو تحت الصليب بتقابل نوعيات هما حلوين وبيحبوك بس حاسينك بتزودها شوية يعني. انا يا سيدي هنصلي لك حاضر بس مش قوي كده يعني. وكان انت الالم اللي انت فيه مثلا هما بيقارنوه بالمهم هما، فهم حاسين ان انت يعني سنسيتيف قوي، حساس قوي يعني مش للدرجه دي. طب السيد المسيح يعمل ايه مع النوعيه دي؟ لا كتر خيرهم، حاولوا يصلوا، يوم يلتمس لهم العذر ويقول لهم اما الجسد فضعيف واما الروح فنشيط. انا عارف ان صعب طبعا تفتكروا انكم رحتوا رحله ونسيتوا تقولوا لي، عادي رحتوا الدير طب كنتوا تاخدوني اصلي هناك يعني، معلش هقلبها لكم غم، ما انا عارف ان انا جوي غم اليومين دول، فانتوا مش عايزين تبوظوا الرحله يعني، مبلوعه منكم. اما الجسد فضعيف واما الروح فنشيط، استريحوا انتوا يعني ايه، هيصوا وانا ايه، مش لازم تقيدوا نفسكم بان انا اكون وسطيكم يعني. يجي بعد كده مين؟ يجي بعد كده نحطهم شروة واحدة، الجنود والعسكر ورؤساء الكهنة، الطقم ده كله على بعضه، اللي هم نسميهم ايه؟ نسميهم المشاركين زي يهوذا، مشاركين في الصليب ولكن دون أن ندري بيهم يعني. هم ما كانوش سبب مباشر بس هم في السكة يعني، عوامل مساعدة يعني. يهوذا السبب ومن غيره ما كانش الموضوع هيحصل. ايوه بس هو من بعيد يتأمره المسيح وهو مغطي وشه يضربه يعني، هو مش باين ان هو عمل مشكله، بس من بعيد هو مشكله. طب والسيد المسيح بتصرفه ايه مع الناس المشاركه في الامه؟ بانت قوي على الصليب لما قال اغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون. النوعيه دي اللي اتقال عنها مرة السيد المسيح، قال عليهم سيأتي وقت وهيجوا ناس ويظنون ان هم لما يضطهدوكم بيقدموا خدمة لله يعني. هو في باله عنده تبرير للي بيعمله ده، هو شايف ان الفلوس كانت من حقه، هو شايف ان انت تستاهل لانك ظلمت قبل كده ناس كتير، هو شايف ان انت كنت طول عمرك بخيل فما جات له الفرصة، هو شايف ان انت كبرت كفاية ولازم الواحد يعني هيتألم في آخر حياته. يا كلام قاسي، كلام قاسي. بس هو جاب الكلام ده منين؟ على شوية ثقافة ملخبطة، على شوية قلة محبة، ما تعلمش المحبة كفاية. لا يعلمون ماذا يفعلون. قد كده يا رب الفرحانين فيك وكانوا جزء من المؤامرة، صحيح ما استفادوش فلوس زي يهوذا بس عملوا اللي في دماغهم، فرحوا فيك. ايوه فرحوا فيا، في نوعيه اللي اسمهم فرحوا فيا دي، فرحوا فيا بس هم لا يعلمون ماذا يفعلون. وشويه شويه وهيفوقوا، معلش وهيجي منهم ناس، نيقوديموس هيجي ولونجينوس قائد المئة هشفي وهيجي، وشويه شويه ممكن كم واحد منهم يقتنع بس مع وقت يعني. عيني عليك يا رب يعني. شوفوا تحت الصليبك بتقابل هذه النوعيات. طب في نوع كمان، باراباس. باراباس ده المستفيد من ورا صليبك يعني، مش فرحان فيك، ده فرحان فيه لنفسه، هو فرحان ليه يعني. انت ازمتك هتعود عليه هو بالخير، هو ما كانش سبب ولا دعوة، ما لهش دعوة ولا تدخل ولا قال لحد طلعوني واسلوبه المسيح ولا اي حاجة خالص، لكن هو من ورا ان انت تأذيت هيجي له فايدة بطريقة مباشرة، هو ما كانش ليه ذنب فيها بس مش عارف يمنع نفسه انه يفرح. بصراحة طلع براء الراجل، فانت مجرد ما الشركة وقعت شركته هو بقت بتبيع، فمش عارف اتعاطف معاك الحقيقة، هو مشغول بفرحته هو. طب والسيد المسيح يبص من بعيد لبراباس وايه، ويحاول مثلا يظهر قد ايه هذا الانسان شرير وما كانش المفروض يفرج عنه. لا، عند براباس بالذات وعند بيلاطس، لما كان وقف براباس وبيلاطس قال له قول كلمة عشان أطلعك براءة ورجع الراجل ده تاني السجن، سكت السيد المسيح. أصل السيد المسيح قدامه حلين، يا إما يقول أنا ما عملتش حاجة والناس دول كذابين وساعتها مش هيتصلب، يا إما يقول أنا عملت حاجة ف
فأستاهل أتصلب، وساعتها يبقى كذب فيسكت ويسيب اللي يستفيد يستفيد، وخط الصليب هو مكمل فيه، لأن تدخله يا إما هيكون في عدم الصراحة يبقى بيكذب، يا إما مش هيحقق الغرض بتاعه اللي هو اسمه الصليب، فيسيب باراباس يستفيد ويسيب الرؤساء الكهنة والجنود يفرحوا، ويسيب يهوذا يخون، ويسيب التلاميذ بيشاركوا بشوية صلاة، ويسيب الست اللي حطت الناردين ويشكرها، ويكمل هو طريقه للصليب. يقابل مين؟ يقابل نساء أورشليم. دول مين بقى؟ في نساء أورشليم كده وانت شايل الصليب، هما بيشاركوا، بس بيشاركوا بإيه؟ بيندبوا، عياطوا، يعني عياطوا عليك، يعني مفيش حاجة تانية يعملوها، يعني هم آخرهم متعاطفين. يجوا يوم العزاء يعيطوا شوية، يعني أيوة بس في التاني يوم وفي التالت وفي الأربعين مش موجودين، هم جم يوم العزاء كويس كويس كتر خيرهم، أو يعني تصعب عليهم يمصمصوا شفايفهم شوية، عارفين تكلموا في شفاء إيه؟ تكلموا في شفاههم وحركوا رؤوسهم وقالوا إن كان قد آمن واتكل على الرب فليخلصه إن كان قد أحبه. حتى يحركون شفاههم دي يعني يمصمصوا شفاك كده. ففي وانت شايل الصليب او اي تجربة بتجيلك توقع انك هتقابل ناس بيمصمصوا شفايفهم، كتر خيرهم. برضو ربنا يسوع يقول لهم بصوا ما تعيطوش عليا، من جهتي انا ما تخافوش، انا مسنود وانا عارف انا بعمل ايه، لكن الاهم انتوا تتوبوا علشان لما تشيلوا صليب زي ده تعرفوا تخلصوا انتوا كمان، الحقوا توبوا ده الاهم. نيجي بعد كده لمين؟ لبطرس تحديدا لوحده عن التلاميذ. ابتدوا التلاميذ يتفرقوا كده ثلاث انواع، التلاتة اللي كانوا معاه ساعة ما قال لهم صلوا معايا وما قدروش يصلوا، يعقوب يرجع العلية، بطرس يدخل لغاية الجارية، ويوحنا يوصل لحدث الصليب. يعقوب قديس بس ده اخره، ساعتها كان لسه ما يستحملش اكتر من كده. بطرس اكثر اقداما، يعني دخل لجوه، بس الحقيقه حاول، صعبان عليه، مش قادر يشوفك وانت تعبان كده، لكن لما حس انه هيتلط معاك وهيتاخد سيرته في الموضوع قال لك ما اعرفوش، كفايه اللي احنا فيه. برضو النوعيه دي موجوده، هو حبيبك وفعلا من قلبه بيحبك، بس مش درجة انه يحبك اكتر من نفسه. تلاحظوا ان كل الانواع دي عادية، يعني ما طبيعي ان في ناس كده. ايوة ما هو طبيعي انك هتاخد الصليب لوحدك، حضرتك انت مستغرب ليه؟ ما هو انت اللي هتشيل الصليب انت لوحدك في الاخر، عشان انت اللي هتشيل الاكليل برضو، لان من يهرب من الضيقة يهرب من الله، صح؟ هو الصليب ده هو ده الطريق، هيجي هيجي. فتوقع انك تقابل الناس دول ومش كلهم يلاموا، يعني بالعكس ده في منهم عملوا حاجات اللي يقدروا عليها، بس هم بشر اخرهم برضو هم مصلحتهم لغايه فين. زي واحد كان دايما يرجع من السعوديه وايه، واليوم اللي يجي فيه والناس يقعدوا قرايبه كلهم هيفتح الشنط امتى، يسالوا العيال لغايه ما هيفتح الشنط، ده بيبقى يوم فرحه بقى. هو انسان كريم جدا يعني، فتلاقي بقى ناس من بعيد قوي، اولاد العم، العم وخاله البتاع، كله جاي ومتوقعين انه جاب لهم حاجه، ويقعد يفرق ويفتح وبتاع. وبعدين في يوم من الايام بقى بيروح السعوديه عشان يسدد دين عليه، لانه قرب على الافلاس وعايز يصفي الشركه. يوم ما بيرجع ولا حد بيسال، طب نيجي بقى نقف اي، نقول له طيب احنا معاك. وفي عندهم عذر، يعني في ناس يقولوا اصل لو رحنا هيحس ان احنا بنشمت فيه، وفي ناس يقولوا اصل لو رحنا هيفتكر ان احنا جايين علشان برضو عايزين حاجه، هيلاقوا اعذار. بس في الاخر هو الانسان مهما كان صعب جدا يبديك عن مصلحته. فبطرس يعني كويس رايح والشنط بتتفتح وكل حاجه، بس لما هتيجي بقى
ان هو هيتضر، لا هناخد خطوتين لبرا ومعرفوش. لو زودتوها شوية هكذب، ولو زودتوها اكتر هحلف، ولو تقلت قوي هلعن. لا يا بطرس ما صحش، مش قادر اقولها الاخرانية دي، يعني اللي قبل كده خطاه شخصية، لكن الاخرانية هلعن دي يعني تعليه هو. يقول اعمل ايه، ما هو برضو الضيقة صعبة ما لسه مش قادر عليها، هيجي وقت زي ما المسيح قال له في اخر اصحاح في يوحنا، قال له لما كنت شاب كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيثما تشاء، ولكن متى شخت في الحياة الروحية اخر يمنطقك بقى وهيطلع منك احلى كلام. هتقول لهم ما تسلبونيش زي سيدي، انا مش بهذه القيمة، ان تسلبوني منكس الرأس. حتى مكتوبة كده لما تيجوا تقروها، فقال له حينما كنت صبيا كنت تمنطق ذاتك وتذهب حيثما تشاء، ده الإنكار، ولكن متى شخت آخر يمنطقك اللي هو الروح القدس ويذهب بك حيثما لا تشاء. عارفين بعد كده إيه؟ قال هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمجد بها الله. يعني القديس يوحنا هو بيكتب الآية دي، دي في إنجيل يوحنا، كان عارف أن الآية دي بتشير للموتة اللي هيموتها بطرس. يعني دي مش تأمل من عندياتنا، ده مكتوبة في الإنجيل كده. فربنا شايلها له، هو قلبه كويس بس ضعف، فعذره يعني. وهو داخل عند بيت قيافة راح يقول لك ونظر إليه يسوع، أما هو فسمع الديك بيصيح 3 مرات فخرج خارجا وبكى بكاء مرا، بكى بكاء مرا وانضم للنساء اللي كانوا بيبكوا، لكن مش في درجة برضو أنه يدخل يقول أنا تبعه أسلبوني أنا كمان، برضو دي مش هيقدر عليها. هو بكى بس هو يدوبك واقف عند حتة بكى، برضو بشر. طب والسيد المسيح يعذر، ده أنتوا لو مسكتوهم واحد واحد وتشوفوا السيد المسيح مش بس عذر، ده مسكهم من الأضعف للأقوى، وعلى قد ما هو ضعيف كان يديله ظهورة مخصوصة من بعد القيامة. يعني يقول لك ظهر اولا لبطرس. مريم المجدليه الغلبانه قوي دي اللي ما ظهرتش خالص هنا بس ظهرت بس في القيامه، ما تقدرش تقرب من الجو ده، يظهر لها اول واحده، وبطرس اللي انكر، وتوما اللي شك يروح له مخصوص، وزي عمواس الملخبطين خالص دول قالوا كان مزمعا ان يقوم من الاموات لكن طلع ولا هيقوم ولا حاجه، يعني دول خالص يتمشى معهم يجي 5-6 ساعات، دول بالذات يجي لهم من آخر الدنيا. فده العكس بقى، السيد المسيح يدي اهتمام باللي كان معاه وأنكر، واللي كان معاه وباع، واللي كان معاه وعمل اللي عليه بس ما يقدرش يكمل، يدي له اهتمام أكتر ويسأل عليه ويجي له لغاية عنده. عارفين بقى واحد زي يوحنا ده وصل لغاية الصليب، ده الأكفان كفاية عليه، هو يشوف الأكفان يقول لك فنظر الأكفان وآمن. المسيح ما ظهرلوش حتى. الست العذراء ما جاش سيرتها اصلا، دي هي قاعده في بيتها، هي عارفه اللي بيحصل. فعلى عكس ما احنا متخيلين، الشخص اللي تعاطف مع المسيح جدا وفضل لغايه الصليب هو ربنا مطمن عليه، فوقت القيامه ما كانش هو اللي واخد الدور الرئيسي، بالعكس اللي خان وباع وانكر وشك وساب البلد ومشي زي تلميذي عمواس، دول ياخدوا اكتر وقت. عجيب انت يا رب تفكيرك عكسنا، يعني تخيل انت تبقى في ضيقه وربنا يديك القوه انك تحتمل صليبك ثم يرفع الصليب، تبقى انت خدت اكليل الصليب وخدت كمان معجزه وفرحه الرفع الصليب، حاجه عظمه. تقوم بعد كده بقى لما يرفع الصليب تفكر ازاي، انا اوان الانتقام. وبعدين لما يحصل حاجة بقى مش على البال للناس اللي ضايقوك دول، عدل السماء عدالة. لكن السيد المسيح ده جري عشان عدالة السماء ما تلحقش توصل لهم، يلحق يتوب بطرس ويلحق التلميذين اللي مشيوا ويلحق اللي بيشك ده يروح له لوحده، والمجدلية اللي بتعيط 3-4 مرات يظهر لها، أول واحدة يظهر لها ويظهر لها بعديها مرتين كمان. لا ده حد إيه مهم بالنسبة له، يعكس طريقة السيد المسيح وقت حمل الصليب مختلفة. أولا هو عارف أنه هيشيله ومسرور أنه هيشيله ورايح له بخطة ثابتة.
الأشخاص، في أشخاص على اليمين وأشخاص على الشمال. الشمال دول السلبيين، التمس العذر لكل واحد، واللي على اليمين عملوا حاجة كويسة بس أكيد مش للآخر، عملوا نص حاجة كويسة يعني، ودول امتدحهم قوي وعملوا موضوع يعني، عمل يعني عظمهم وفخمهم قوي، ودول التمسهم لهم العذر وهو كمل لحد الآخر، لحد أحبائي ما وصل لغاية الصليب ودوره ما نسيهوش. هو جاي عشان يقول في أول إنجيل مرقس إيه؟ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فحتى على الصليب اللص اليمين بس يظهر منه أي بديرة أمل، يقول له أنا كده أنت تبت واليوم تكون معي في ملكوت السماوات. الرسالة اللي المسيح بيقولها من أول إصحاح هي اللي ختم بيها في آخر إصحاح مع اللص اليمين. طب واللص الشمال ده كان بيجدف، سابه يتفرج على المشهد ويديله آخر آخر ثواني في حياته، يشوف الشمس ويشوف الزلزال ويشوف الرجل قائد المئة تحت نقطة دم تنزل من جنب المسيح تفتح له عينه، وهو برضو مش راضي يصدق ان ده ربنا. زي حد يبقى انت بقى شايل الصليب، واللي كان انت على الصليب فعلا في قمة الألم، بيظهر نوعين على يمينك وعلى شمالك، بعيد عنكم كده اشوف كده ايه يعني، في المرض ولا في غيره، يبقى في اتنين جنب السرير يعني، يبقى في اللص اليمين، واللص اليمين اللي يشاركك في الصلاة وكأنه يقول كان ياخد منك ويحط علي أنا، سوري في التعبير يعني. ما هو ده اللص اليمين قاله، قال نحن ايه بعدل جزينا، وأما هذا فماذا فعل؟ وعلى الناحية الشمال تلاقي واحد ساكت وجواه شوية تجاديف ويمكن ينطقهم كمان، لدرجة ان اللي جنبه الناحية التانية يقول له عندك كلمة طيبة قولها، لكن عمال تقول له احنا لازم في ساعات معززون متعبون كده وغلابة برضو يعني. اللص الشمال ده يعني قمة الشر، غلبان برضو، ما هيعرف منين، قلبه ناشف شوية، تربى تربية صعبة على شوية، فطبيعي يطلع منه شوية شماتة على شوية لخبطة. السيد المسيح يسكت لده حتى ما يلومهوش، بس اللي يقول حتة بوزيتيف ولو صغيرة يكبرها له قوي، يقول له النهاردة تكون معاه في الفردوس. هي طريقة تعامل المسيح كده وسط الصليب ووسط التجربة. اللي يقول كلام سلبي يلتمس له العذر، واللي يقول أو يعمل تصرفات إيجابية ولو كانت صغيرة يضخمها ويكبرها. لكن أخيرا، وده بقى الخبر المفرح اللي في الإصحاح 16، باكرا جدا لازم يكون في إيه؟ قيامة. ما جاش العون من البشر، وده طبيعي ومتوقع، لكن من الأكيد برضو ومن الطبيعي إن لازم هيجي ملاك يدحرج الحجر وهتقوم من الأموات. حبيبي ما تقلقش، البشر مش هيبقوا معاك، ما هي معروف ملعون من اتكل على زراع بشر، لكن الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب ناصر حياتي ممن أجزع. يستجيب لك الرب في يوم شدتك، في يوم شدتك صعب تلاقي حد بيستجيب غير الرب غالبا، بالكتير ماما الست العذراء اللي واقفة تحت الصليب يعني، قريب قوي يوحنا بس برضه مش يعرف يعمل أكتر من كده. الوحيد اللي هتحس في عينيه فعلا إن في سيف بيجوز جواه هي الست العذراء بالكتير، لكن برضه مش هتتصلب مكان المسيح، الصليب للمسيح والمسيح موافق عليه وجاي علشانه وعارف إن ده المصير. لكن لازم في الآخر هيجوا ملايكة، ولازم هيقوم السيد المسيح بقوة لاهوته، الله معه، أنتم مش معايا بس يا إلهي في يديك أستودع روحي. أجمل كلمة تقولها وقت التجربة، يا أبتاه، مش بس يا إلهي، بابا يعني، ماما هي وبابا هو، يا أبتاه في يديك أستودع. حتى ماما يعني دورها دي ليمت، لكن أبتاه ده اللي هو اللي هيقومك من الصليب. يا بخت اللي يبص في وسط ما هو شايل الصليب ويبص على الناس زي ما المسيح كان باصص لهم من فوق الصليب، اغفر لهم لا يعلمون ماذا يفعلون. ده بيزود شوية وده بيتقل شوية، وماله، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت السماوات. يا أبتاه أنت اللي في يديك أستودع روحي، وربنا عمره ما يتكل عليه إنسان ويخيب. صحيح الناس فضلوا يلطموه، وفعلا المسامير اتدقت في ايديه
والشوك كان على راسه، واغلب الناس شمتوا، والاغلبيه ما شافوش القيامه على فكره، الحبايب بس هم اللي عرفوا ان المسيح قام. الجزء السلبي ده مش مأمنوش بالقيامه، وحتى لو لغايه ما اتقال لهم من الجنود الرومان يا جماعه ده قام، قالوا لهم طب خدوا فلوس وقولوا ما قامش، يعني شوفوا لغايه فين. لكن اللي شافوا القيامه المجموعه اللي كانوا في الحته الايجابيه دي، دول شافوا القيامه. الباقي اغلبيه الناس ما عرفوش ان المسيح قام، ولا عايزينه يقوم انجاز التعبير، لكنه حتما سيقوم. وفي ايديه علامات الجروح. طب ولما تيجي تساله بقى زعلان من اللي عمله فيك كده رب، يقول هو فيك حاجه احلى من الصليب، هو في هدف اسمى من ان انا كنت اجي اخلص البشر. عشان كده حبايبي القديس بولس الرسول قال كده، قال حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وانا للعالم. يعني انا هيحصل فيا كده، انا هاصلب برضه بس عن العالم، يعني عن الشهوات، وهتحصل، هتحرم من شويه فرحه ولا بهجه ولا عيال ولا صحبه ولا فلوس ولا سمعه، ولا هتحرم من حاجه اكيد، بس في هذه كلها هيعظم انتصارنا بالذي احبنا. وهحس بايد الله معايا من اول ما هيكفف دموعي لحد ما هستودع روحي في ايديه، لحد ما يقومني بالقيامه، لحد ما استعلن لحبايبي ان ربنا طلعني بخير من ورا الصليب. حتما من بعد الصليب يجب ان تكون قيامه. في الاغلب لان مستوى ايماننا قد كده، هنقوم واحنا على الارض هنا، ربنا هيرفع الصليب واحنا لسه على الارض، هندوق حلاوه القيامه على الارض. لكن في اللي ايمانهم قوي يفضلوا على الارض هنا الصليب لغايه الاخر، ويدوقوا القيامه دي فين بقى؟ في السماء. ده لو حد يستحملها دي، لو حد يستحملها. زي مثلا واحد يجي له مرض صعب وربنا يشفيه، طب وماله؟ بنشوفها كل يوم بمعجزات واضحه وصريحه. حلو. طب وفي ناس بقى ماتوا بالمرض، حلوين، هيشوف القيامه بقى زي ما المسيح شافها. البشر مش شايفينها بس الحبايب شايفينها اللي في السماء بقى، زي ماري جرجس وابو سيفين وماري مرقص. لما دول خدوا الصليب لغايه الاخر وما شافوش منه قيامه على الارض. ماري جرجس بيتعذب 7 سنين، هتقولوا لي بيتشفي، ايوه بس بيتعذب تاني وبيموت برضه، مات في الاخر، مات مظلوم، مات مظلوم ومهان. واحنا صحيح سمعنا عن ماري جرجس، بس عدوا بقى الاف الشهداء اللي ماتوا مظلومين والناس لسه فاكرينهم جلتي، يعني فاكرينهم مذنبين، هتبان براءتهم في السماء بقى. وساعتها يمسح الله كل دمعة من عيونهم، الحزن لا يكون فيما بعد، لكن إلى الأبد في صفوف الشهداء، صفوف الملائكة والقديسين. إذن أحبائي، تحت الصليب في معاك ناس شايلين، في معاك ناس واقفين كتير، وفي ناس من الناحية الإيجابية أو من الناحية السلبية. يبقى على رد فعلك، خليك زي المسيح. الاجتماع بتاعنا اسمه CRM، كريستيان رول موديل، هتمشي ورا المسيح في وقت الضيقة، اعمل زيه. اللي على قد عذره، معرفش، حتى لو فرح فيك، حتى غلبان، غلبان مش فاهم ان في قيامة جاية ولازم العدل هيتم، غلبان اصل حياته كده. طب ومن الناحية التانية، لا في ناس بيعملوا اللي عليهم بس ما تتعشمش بزيادة، أخرهم محدود برضو. ده حتى سمعان القيرواني ما قلناهمش، شال الصليب صراحة، عمل عليه وزيادة بس برضو مش هيتصلب. فهي ليفلز كده الناس تقدر تقف معاك، بس في الآخر مش هيعرفوا يشيلوا للآخر برضو. توقع، خليك بقى زي المسيح وبتتقبل الصليب بفخر وبفرح، زي ما القديس بولس قال حاشا لي أن أفتخر. وعلى الصليب خلي ثقتك في الله اللي في ايديه بتستودع روحك، حتما هيشفيك وحتما هيقومك، ان كان على الارض او ان كان في السماء. لإلهنا المجد الدائم الى الابد، امين.